مخرج نجم شهرته تعادل نجوم الصف الأول. يقال أن لعنته تطارد كل من يعمل معه لأنهم يجدوا صعوبة في تكرار النجاح مع غيره. الجدل حوله كثير وخلافاته أيضاً كثيرة، وتصريحاته تثير الجدل وتشعل النيران، وإجاباته لا تعرف الخوف أو الدبلوماسية. يا ترى هيعمل إيه ضيفي النهاردة مع العرافة؟ ضيفي الليلة المخرج الموهوب صاحب النجاحات والأزمات محمد سامي. محمد سامي منور العرافة النهاردة. ربنا يخليك يا بسمة، ميرسي. بشكرك على الظهور الخاص اللي اخترت بيه برنامج العرافة. شرف. ايه كل بقى النجاح ده وكل الأزمات المصاحبة للنجاح ده؟ عصبي شوية. بحب البرفكشن، بحب الشغل يطلع صح قوي. يعني معظم خلافاتي اللي حصلت لي في حياتي كانت ليها دعوة بالشغل، ملهاش دعوة بحياتي الشخصية. يمكن في وقت من الأوقات، يعني في سن معين، طريقة التعبير عن الخلاف بتكون مش مدروسة، بس الواحد اتعلم. فهمت إنه العصبية والنرفزة ممكن تكون خطيئة بتخلي محمد سامي يخرج عن شعوره. طبعاً. طيب خلينا نشوف ونبدأ حلقتنا، وأسألك أول حاجة. أيوة جاهز؟ جاهز. تأكد؟ بحاول. يلا بينا. يلا بينا. محمد سامي أشطر ولا شطانه أشطر؟ إحنا الاثنين شطار، هو شوية وأنا شوية. يعني ده إيه الإجابة النموذجية دي؟ يعني شوية وشوية. مفيش حد قعد قدامي قال لي الإجابة دي جديدة عليا جداً. يعني حاجات ساعات أنا بكون أشطر وبعرف فيها أقدر على شطاني، وفي حاجات أكيد شطاني بيقدر عليها فيها. اديني نسبة. طيب يعني 50-50 40-60؟ يعني اديني نسبة. يعني عايزة نسبة صحيحة 90-10 ليه هو. إجابة صادمة. طيب خلينا نروح للخطايا ونشوف محمد سامي وقع في إيه من الخطايا دي وحارب إيه منها. إيه؟ جاهز برضو؟ بتخوفيني ليه يا بسمة أهو؟ جاهز؟ جاهز. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بينا. الخيانة. مين خان محمد سامي من اللي اشتغلوا معاه؟ من أولها. كده. أوكي. أيوة ما تفكرش. لا كتير. تحب تشرب حاجة؟ لا بس كتير. بتفكر ولا بتعد؟ بفكر إني مش عايز أطلع من الحلقة خسران حد؟ طبعا. ممكن نقول أكتر حد. طيب أكتر حد كان محمد سامي. مين؟ مدير إنتاج. مدير إنتاج. مرة زمان وأنا بعمل. أنا توقعت هيكون نجم كبير مثلا. مش عايز، بس هو الناس عارفة. في بس مش عايز تقول. بس في مرة مدير إنتاج عمل معايا حاجة غريبة قوي. بس عمل إيه؟ مرة رحت أنا وكنت بصور في دولة عربية فيديو كليب لمطرب مهم جدا. مطرب يعني من المهمين جدا. أيوه. ومدير الانتاج رحت انا والمطرب الصبح ما لقيتش التصوير. ازاي يعني؟ مفيش، خد الفلوس وخلاص. رحت الصبح لقيت الراجل واقف بعربيته المطرب ومعاه الناس بتاعته، وانا واقف هناك ومش لاقي حد، المساعد بتاعي. كل خلاص. حاجه راحت خلاص. خلاص. 500,000 دولار خدهم وخلاص. بجد؟ والله. ما طيب بيهزرش. عرفنا مين اللي خان محمد سامي. محمد سامي بقى خان مين؟ وهتجاوبني. مرة زمان قوي، يعني ده الموضوع ده بيتعبني نفسيا طول الوقت، بس مش هقول اسمه، بس هقول اللي حصل يعني. طيب. ومرة زمان عملت ديل مع شركة أردنية كانوا بينتجوا لثلاثة فيديو كليبس لثلاث مطربين، والثلاثة ما كانوش مشهورين قوي في بدايتي. أما عملوا الفيديو كليبس ديت كنت واخدهم باكج. إن أنا بعمل لهم ثلاثة فيديو كليبس في أيام مختلفة ورا بعض. فكان في أغنيتين عاجبني قوي وأغنية مش عاجباني. مش قوي. والمطرب مش معجب بيه. فعملت 2 فيديو كليب حلوين قوي، وكنت وقتها انا بعمل فيديو كليبس كويسه،
ميوزك فيديوز يعني، وده عملت له فيديو كليب وحش قوي بعدم اهتمام. دي المره الوحيده في حياتي كروته يعني جدا، ما كنتش مقتنع باللي هو بيغنيه ولا مقتنع بيه. فعملت له فيديو كليب، قعدته على كرسي كده واحد، وقفت دانسرز حواليه وعملت فيديو كليب وحش وحش يعني، وحش بتقصير، مش وحش طلع مني وحش انا كنت قصد فكره او حاجه حلوه وطلع مني وحش. لا هو طلع وحش بسببي. طب قلت له ان انت خدعته؟ لا ما اعرفش. مكسوف؟ اه انا اكلم واحد اقول له. خليك جريء وتقول له هنا في العرافه هيسامحك. هو اسمه عامر. اسمه عامر؟ اه يعني انا ظلمته، انا حسيت ان صوته جميل جدا. انا حسيت ان انا عارفاه، انا حسيت ان انا ظلمته يعني، بس ما كنتش قاصد ساعتها، كنت صغير ساعتها. طب اوعده بقى، الحاجات اللي بحبها. اوعده دلوقتي ان انت هتصلح الغلطه. والله موافق، اعمل له فيديو كليب على حسابي. سامع يا مشكلة. عامر سامع؟ اعتراف بالخطا في حقك، واعتراف ضمني من الاستاذ محمد سامي ان هو هيصلح غلطته ويعمل لك فيديو كليب على حسابه. انا حتى ساعتها سافرت بيروت وما عملتش الاديت. الحلقه دي واقفه عليك بخساره. مش مشكله، بس ده ذنب يعني، ذنب بحسه طول الوقت. ايوه اديك اهو، ما احنا خلصناك اهو من الذنب ده. محمد سامي هو واحد من اهم المخرجين اللي ظهروا في الدراما المصريه خلال العشر سنين الاخيره، وقدر يثبت ان هو معادله صعبه، واقدر اقول لك انه ايضا انه صعب كمان انها تتقلد. بس في نفس الوقت في ازمات كتير بيدخل فيها. مش خايف انه ده ياثر على موهبتك وتركيزك؟ هو المشاكل دي اصل عمر ما حد بيحب يكون بتاع مشاكل، حتى لو هو بتاع مشاكل فن. في ناس محتاجة anger management. في ناس عندها مشكلة في الانفعال. اه. مش بإيديهم. أنا من الناس دي. أنا من وأنا صغير وأنا أنا شاطر في المذاكرة وشاطر في مدرستي وجامعتي وشاطر في شغلي، بس عندي مشكلة دايماً إني في التعبير عن انفعالي. اه. عندي مشكلة دايماً، هي دي مشكلة. حتى أنا بعد ما بعمل كل مشكلة على فكرة باجي بعدها أقول على فكرة أنا كنت صاحب الحق في المشكلة، انفعلت ضيعت حقي. ضيعت حقك. وده كلام المقربين ليا دايما، يقول لي المشكله لما حصلت كان فلان هو اللي غلطان، كانت فلانه هي اللي غلطانه، وكنت تقدر تاخد حقك بألف طريقه ثانيه لو كنت سكت. هم دقيقتين في حياتي دايما هم الفاصل عن كل حاجه. سريع الغضب. بشكل مبالغ فيه. اه بس بتراجع نفسك، عندك النفس اللوامه. طول الوقت. بس بيكون كل حاجه باظت. بس بيبقى تو ليت، متأخر زي ما بيقول. زياده عن اللزوم. طيب في تاريخ محمد سامي مين اكتر شخص حاسس انه ظلمك؟ بدون الدخول في تفاصيل يعني، اقول أنا الشخص موافقة. اقول الشخص عشان موافقة. انا حاجه تعدى عليها سنين. انا في الشغلانه من اول ما بدات الشغلانه لغايه النهارده اكتر حد حسيت انه ظلمني غادة عبد الرازق، بس مع الوقت حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى كان كويس معايا. انا مش هدخل في التفاصيل، بس هقول لك حاجه واحده اضافه لكلامك، هي كمان عارفه انها ظلمتك، والدليل على كده ان انا عارفه انه في قصه حصلت انها شافتك مره صدفه انت ومعي قدام فور سيزونز. جات لي قدام العربيه وقالت لي، ووقفت وسلمت عليا وقالت لي اوعى تكون زعلان مني، بس الموقف كله بالنسبه لي عملنا شغل كويس وعملنا حاجات كويسه وكان في عيش وملح وفي حاجات كويسه، عملت معايا تصرفات غير المشكله نفسها، تصرفات ما بعد المشكله والكلام الكتير اللي اتقال عليا ما كانش حقيقي وهي عارفه انه مش حقيقي، وحاجات اتقالت كتير بعد كده. انا ربنا جاب لي حق كتير في حاجات كتير، ربنا خلاني حسيت بالسعاده يعني. مش هقول لك غادة عبد الرازق كانت وحشه طول الوقت، في ايام كانت كويسه جدا وفي حاجات في الناتج النهائي بتاعي الكونكلوجن بتاعتي في الاخر عنها ان طلعت بالموقف بتاعي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرم او ما بيكرمش او كده، كل واحد حسب اجتهاده وحسب شغله وحسب هو عايز ايه وهو عمل ايه. الحمد لله انا ربنا كرمني كتير. حيرتني فيك، انت سريع الغضب؟ اه وانا عارفه انك سريع الغضب، بس قلبك فله حبيبتي. بس ده بعد قلبك فلة دي انا مش مرتاح لك. بالظبط. والله ما ارتحتش من قلبك فلة دي. فرش للي بعده. طبعا حسيت. جاهز؟ هو كل ده لسه جاهز؟ يعني بحاول برضو ان انا يعني ده اللي فات ده لسه تسخين. ده الانذار. الانذار. ربنا يستر. يلا بينا. الكذب. آخر مرة محمد سامي كذب فيها كانت إمتى؟ قبل ما أجي على طول دلوقتي. لا مش والله ممكن. العظيم قبل ما أجي دلوقتي. على مين؟ على تايا بنتي، قلت لها أجيب حاجة من العربية وطلع تاني وأنا عندك هنا في الاستوديو.
هي هتسمعك مش هتصدقك بعد كده. طبعا ما هو الكذب ده انواع كتير. اه طبعا انا بكذب للهروب من مواقف. الكذب بحس ده كذب مباح. اقدر اقول محمد سامي موهوب جدا وكذاب جدا عند اللزوم. عند اللزوم طبعا. طيب محمد سامي هو مخرج كبير وناجح ومؤلف كبير وناجح، في الأعمال اللي عملتها السنين اللي فاتت تقدر تقولي من خلالها مين أكتر ممثل صادق وقف قدام محمد سامي؟ أنت عارفة الأسئلة دي بس بيكون إحراجها في إيه يا بسمة؟ إن الممثلين دول ماي كاردز، الكروت اللي أنا بشتغل بيها. في منهم صداقات وفي منهم بيزنس، في منهم شغل وفي منهم صداقات. طبعا نسبة الصداقات أقل بكتير من نسبة اللي بنشتغل مع بعض، اللي هو يعني كوليجز، يعني زمايل شغل، وفي أصدقاء وبيوت اختيار شخص واحد منهم يكون صادق. ممكن أقول لك مين ممثلين صادقين اشتغلت معاهم؟ واحد منهم بس. طب قول لي ثلاثة مثلا. أقول لك ثلاثة مع اعتبار إن في صادقين كتير. بالظبط، ده مش معناه إن دول الثلاثة الوحيدين. مش الوحيدين. أنا موافقة. واحد محمود الجندي الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه، ليه؟ محمود الجندي الله يرحمه ويحسن إليه حصل بيني وبينه موقف غريب. كنت بعمل مسلسل، أول مسلسل ليا اسمه آدم. طبعاً فاكراه. وكنت خايف منه للنجم الكبير تامر حسني طبعاً. وكنت خايف منه جداً، المؤلف أحمد محمود أبو زيد صديقي وأخويا الكبير ومنتج محمود شميس، يعني ناس كانت كلها ناجحة جداً، وأنا كان أول مسلسل ليا ومحدش مصدقني خالص غير تامر. فكنت بعمل مشهد في الجامع لعم محمود الجندي رحمة الله عليه، الله يرحمه ويحسن إليه، أستاذي الكبير. فكان عم محمود الجندي جاي مستعجل ومش في مود حلو قوي، واول مشهد بصوره بيه وفي الجامع، فدخلت قعدت جنبه قلت له استاذ محمود ممكن اشوف هتعمل مشهد منين وكده، فما كانش مهتم بكلامي قوي وقتها عم محمود. وقرا لي المشهد كده سريعا، فكان لسه بيقرا في البروف، ما كنتش شفته وهو بيمثل. فقلت له بص يا استاذ محمود، انا هقول لحضرتك على حاجه، هو انت ما تعرفنيش خالص، وانا شرف ليا ان انا بشتغل معاك، بس هو انا عايز المشهد ده انا بحبه قوي وعايز يوصل للقلوب قوي وعايز الناس تصدقه لاني بحب فكرته من اول ما احمد محمود ابو زيد كتبه، فممكن تعمل لي المشهد ده من قلبك؟ فلقيته لف بص لي كده، فضل باصص لي شويه كده وقال لي اكيد هعمله من قلبي، مش معنى ان انا بقراه دلوقتي كده ان انا مش هعمله من قلبي، انا كمان بحب المشهد قوي. ودخل عمل المشهد، قعدت اسقف له بتاع 5 دقايق وحسيت بصدق في المشهد، خلى جسمي اشعر. فمش هنسى محمود الجندي رحمة الله عليه. حسيته. ومش عايز أقول على حد تاني، كل معظم الممثلين اللي اشتغلت معهم كانوا صادقين. وكانوا اتفقنا على 2 كمان سريعا. أحمد زاهر من الصادقين طبعا. 3 سلوى عثمان، فنانة كبيرة سلوى عثمان. فردوس. طبعا فردوس عبد الحميد طبعا. انا بتكلم عشان برضو محدش يزعل اللي احنا طبعا فينا نقعد نفتكر هنقول ناس كتير قوي. وضعتني في حرج زيك. لا نقعد نقول ناس كتير قوي. عايز اسالك سؤال شخصي. واللي فات ما كانش شخصي، كانت اسئله عامه. لا يعني لسه شويه، انت شفت حاجه يا محمد؟ كدبت قبل كده على مي عمر؟ وانا بعمل حاجه غير ان انا بكذب على مي عمر؟ يعني اسالي اسئله. هيدخلوك البيت. اسالي اسئله منطقيه بس. مش هيدخلوك البيت النهارده. كزوج ولا كمخرج؟ لا كزوج. كزوج. لا كمخرج. طيب بتتقفش؟ طبعا. بجد؟ طبعا طول الوقت. على طول. مي دي اكتر واحده حافظاني في العالم. انا بقى بكذب وهي بصلي عامله لي كده. فغير الكذبه 3 مرات في نفس يعني اكذب الكذبه بعدين اقول مش حلوه دي، طب ايه رايك في دي؟ واحده ثانيه؟ طب مش بعد كده اقول الصراحه على طول. لا انت عندك صراحه بصراحه صادمه، بس حلو ده، انا بحب الضيوف اللي من النوعيه دي. من خف سلم يا بس. ايوه بالظبط كده. طيب خليني بقى اسالك سؤال، بتعامل مي عمر زوجتك في اللوكيشن ازاي؟ كل فتره اتعاملت معاها فيها بشكل. زمان قوي لما بدات مي كانت لما تقعد تتكلم معاكي او تقعد تناقش معاكي الدور او كده عندها حاجات كتير قوي، كانت تقف قدام الكاميرا تطلع 10% من اللي عندها. فكنت بقى منفعل جدا. ليه في البروفه انت احسن من التصوير؟ توتر اللا خبره. انا فجاه بشتغل بنجوم، بشتغل بناس كبار، وبشتغل بناس بتمثل بقى لها 20 سنه و25 سنه و40 سنه و10 سنين و7 سنين، وحبي ليها وحبي لان هي تثبت نفسها مخليني عايزها تبدا من هنا. غيران عليها طبعا. عايزها مراتي تبقى أحسن حبيبتي. حد فعايزها تكون أحسن حد اسمعها تاني. مراتي حبيبتي.
فبالتالي كنت ببقى قاسي عليها جدا لدرجه ان انا بطلعها اوحش من ما هي ممكن تكون، بوترها جدا، بتوترها جدا، كنت بتعامل بطريقه غلط جدا، يا بنتي ولا الحاجات دي. وكان زمايلنا يقولوا يا محمد بالراحه بالراحه عليها هي لسه بتبدا. بعد شويه بقى الانفعال يجي من منطقه ثانيه، اما بقت شاطره وبقى عندها خبره وبقت تقف، يعني انت لو ما يعني ما ينفعش تيجي من يعني ما تجيش من اول مره اعمل الحاجات دي. بعد كده لما بقت نجمه لا بقيت افر من نفسي، اقف عند حتت معينه، ان هي في الاخر قد اند اوف ذا داي هي عندها بقى تزعق لا لها بقى. هي عندها في الاخر مش برضو مبتدئه يعني بالظبط. هي قالت لي مره جمله كنا في باريس، قالت لي جمله ضايقتني شويه، قالت لي محمد ما تاخدش بالك انك في التصوير شويه بتكون اكتر عندي في الانفعال، كانك مثلا مش عايز تنفعل على ثلاثه موجودين فبتنفعل عليا انا عشان الرابعه اللي موجوده. ان هو تحسي كاني هي اقرب واحده ليا فبطلع انفعالي معاها هي في التصوير فتيجي عليها هي. فقالت لي كده، قالت لي الموضوع ده، قالت لي الموضوع ده بيضايقني جوزها، قالت لي الموضوع ده بيضايقني بصراحه، بتحرج واحنا في وسط الناس وكده، اصل مش هتسيب لك الاوردر وتمشي. لا طبعا ما تقدرش، ده فين ده لا طبعا سامع مي عمر ما تقدريش تمشي وتسيبي اللوكيشن مهما عشانها مش انه زعلك. فهي فقالت لي الجمله دي اتكسفت منها يعني، قلت لها والله يا مي بكون خايف عليك عايزك تطلعي كويسه، قالت لي يعني بتبقى خايف على على يميني وعلى شمالي بس ما بتعملش معاهم زي ما بتعمل معايا. من اليوم ده وانا بتعامل معاها بطريقه مختلفه بصراحه، يعني بتعامل معاها بطريقه تانية خالص، يعني بالذات دلوقتي كمان بحترم فكره ان هي خلاص يعني بقت تتعامل مع مي انا ومي في التصوير باحتراف خلاص زيها زي كل الممثلين، خصوصا ان هي بقى ليها جمهور كبير خلاص يعني. هي زيها زي الممثلين بس خلاص. انا عايزه اقول لك حاجه برضو، انه خوفك عليها هو سبب من الاسباب اللي وصلتها للنجاح اللي هي فيه، جزء من الحاجات طبعا، جزء طبعا 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 قلت سبب من الاسباب. بص يا بسمه، اصل هي ما ينفعش تنجح وهي ما عندهاش، هي برضو محترفه قوي، هي انسان شاطر، انسان اللي كان جايب 98% في ثانويه عامه، مي خريجة ماس كوم اي سي كانت جايبة برضو جريدز عالية، هي مي إنسان شاطر. في هجوم ممكن يكون على مي، ودي بصراحة احنا شايفينها انا شخصيا يعني انا بشوفه، هل ده مثلا ضريبة شهرة؟ لا ده عشان ولا ضريبة ايه؟ لا ده بسبب ولا ممكن وجودي. يكون ليهم حق ولا مالهمش حق ولا سبب وجودي يا بسمة، فكرة ان الناس تحس دايما ايه؟ تقول لك ده عشان بابا بيشتغل كذا، طبعا عشان اخوه. الناس من الاول قالوا مي عمر نجحت عشان محمد سامي جوزها، اتكلمت بقى في ده كتير انا، طب ما في ناس كتير كان فلان جوزها وما عملتش، فلان باباها وما فلان اخوها وحصلش حاجه خالص، ما حصلش حاجه خالص. مفيش حاجه اسمها كده من وجهه نظري، بس انا مش همشي بقى للناس واحد واحد. لؤلؤ نزل بطوله مي عمر، اول بطوله مطلقه لمي عمر، نجح في الوطن العربي كله. ده حقيقي. طالما نجح الجمهور اصل العادي غير الناس اللي بتكتب، الناس اللي بتكتب معظمها حاجات كتير بقى دلوقتي. الكتابة على الانترنت دي دلوقتي على السوشيال ميديا دي حاجات كتير بقى، احزاب لناس وحاجات لناس و و و و و وناس وناس حقيقيه بس عايزه تكون مكاننا. ادينا جميل نروح للي بعده بقى. ارتحت. بصي اول ما بتبداي كده تبقى الدنيا ماشيه جميله كده، مش هنبقى كده على طول برضه شويه وشويه ما برتاحش. بس جاهز؟ جاهز. اللي بعده الطمع. طمعت انك تكون صاحب اعلى واغلى اجر كمخرج في الوطن العربي ولا لا؟ اكيد طمعت. تعجبني قوي انك انت يعني على طول بتيجي معايا، بيفرق معاك في التعاقد؟ طبعا. يعني ما تقبلش انك تتنازل عن اجرك لو الورقه عاجبك؟ لا 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 بس خلص. الميزانيه بس الفن حاجه انت عايز. الفن حاجه والحسابات دي عندي ليها معاني تانية خالص. يعني ايه؟ يعني انا ما بقيمش نفسي عمري وانا بتعاقد على اجري اكتر من ما استحق ولا اقل من ما استحق. بكون عامل مسلسل نجح بشكل معين، بطلب الاجر اللي انا شايفه ان ده يتناسب مع النجاح اللي انا حققته السنه اللي قبلها. ما اقدرش اقدم تنازل خالص بقى في المنطقه دي، ما بقدمش تنازلات خالص. بص محمد، ومن غير ما تزعل مني، انت من اسره غنيه وانت ابنهم الوحيد، وشك احمر وهتتعصب ومش هيفرق معايا. تمام. انت كمان شريك في البيزنس بتاعهم، انا عارفه ومتاكده من المعلومه دي، ورغم ذلك انت بلا تتوقف عن العمل طوال السنه، ما بترحمش، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايوه اشرب ده.
أقدر أقول إيه؟ يعني البحر بيحب الزيادة ولا إيه؟ ولا ما بتحبش إنك أنت تغيب عن الكاميرا والأضواء؟ بالنسبة للطمع، الطمع أنواعه مختلفة. في حد بيكون طمعه مادي، حد طمعه معنوي، وحد طمعه تحقيق ذاته، وحد كل الأطماع مختلفة. الوقت اللي احنا فيه في السوشيال ميديا في الحاجات دي مش اللي تقدري تعيشي على عمل واحد. مسافة ما العمل بيخلص بيتنسي، لازم يكون واحد موجود طول الوقت، ودي هي عيب الفترة دي، وده اللي بيخليني أشتغل كتير. الحاجة التانية، أنا فعلا بتعب قوي وأنا بشتغل، بس ما بيعدي أسبوع بجد يا بسمة بقعد أفرك عايز أصور، ما بعرفش ما أصورش، وكأني التصوير ده طمع في الاستمرار ده بقى. ما اعرفش طمع في ايه، يعني ما اعتبروش طمع في الماده. ما اقدرش اقول ما بحبش الفلوس، ابقى راجل كذاب. بحب الفلوس طبعا. ايه يا جماعه الضيف الجميل ده اللي بيقول كل حاجه بصراحه كده؟ لا والله بجد بحب الفلوس طبعا. ايوه قول لي كده بصراحه كده يا جماعه. محمد سامي بيعترف انه بيحب الفلوس. طبعا الفلوس بتحقق للبني ادم سعاده. بصي، في جمله كنت بقعد اتريق عليها انا واصحابي، لما حد يقول لك ايه الفلوس مش كل حاجه. الفلوس حاجه مهمه قوي، يقول لك ما تقدرش تشتري كل حاجه بالفلوس. لا، تقدر تشتري حاجات كتير قوي. ما بقولش بقى القلوب والصحه، بقولش القلوب والصحه ورضا ربنا يعني ورضا الاهل. ما دي حاجات كده كده طبيعي ان هي لا تقدر بمال ولا ينفع تشتري مال. انما يقول لك الفلوس ما تخليش حد سعيد، لا، ما هو عدم الفلوس مستحيل يخلي حد سعيد. الفلوس حاجه مهمه جدا. لا انا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا. احنا انا هفهم اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال المال والبنون، قال المال قبل البنون. في كتابه العزيز قال المال قبل البنون. يبقى ما ينفعش انا اجي النهارده واقول الفلوس مش مهمه والفلوس مش كل حاجه، يبقى انا ده خلاف لكلام ربنا سبحانه وتعالى. هم زينه الحياه الدنيا، هتلاقي نفسك ما فيش حاجه بتسعدك قد المال والبنون. اللي يقول غير كده يبقى هو بيفهم اكتر. ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز الجبار، هو اللي بيفهم كويس. يعني محمد سامي بيعترف انه طماع في الفن والفلوس. طبعا. والنجاح. طبعا. يعني مش هشتري فشل بفلوس، يعني مش هعمل شيء فاشل عشان اخد فلوس، اعمل شيء ناجح وانجح واخد فلوس كويس. لازم اخد فلوس كويس جدا في مواعيدها، في دفعاتها مظبوطه، في وقت بتاعها، لاني التشيك بتاعي بيجي في وقته بيسعدني. زينه الحياه الدنيا عشان تشتغل كويس طبعا وتبقى دماغك مرتاحه. طبعا اهزر دايما مع المنتج، كنت اهزر مع المنتج بتاعي لما يجي يتاخر عليا تشيك. مش معنى كده ان الشركه بتتاخر، كانت يعني بيبقى في كل الشغلانات ساعات التشيك بدل الاثنين يجي الخميس التشيك يجي. فكنت اهزر مع المنتج بتاعي، هو المنتج بتاعي صديقي، اهزر معاه اقول له ايه، كنت ابقى انا المخرج والمؤلف، اكلمه اقول له عندي مشكله كبيره مع المؤلف مش راضي يسلمني الحلقه، الشيك بتاعه ما جاش. يقول لي لا لا، حل المشكله مع المؤلف، الشيك بتاعك اتبعت جاي بكره. فلا مهم. جاهز ندخل في اللي بعده؟ جاهز، يلا بينا. الغرور، محمد سامي مغرور؟ احيانا. احيانا؟ طب هنشوف. طول الوقت في حياتي؟ لا، على فكره في حياتك لا. بس اللي هو في مواقف، بس في مواقف، في حتت، مش في يعني مش بروح التصوير الصبح اعملهم كده ابقى راجل مجنون. لا، في عند مناطق معينه، في خلافات معينه عند مناطق معينه بقول والله لا، بيجي حته غرور. طب انت مغرور ولا واثق من نفسك؟ الاثنين. عندي الاثنين، في حاجات وحاجات. بصاتك ايه؟ البصه دي معناها ايه؟ لو محمد سامي جاله فرصة ان هو يجتمع مع كل خصومه في مكان واحد، ممكن يقول لهم ايه؟ مش عايز اجتمع معاهم يا بسمة بصراحة. اجتمع معاهم اعمل بيهم ايه؟ نفترض انك اجتمعت. ولا هقول لهم حاجة خالص. التجاهل شيء جميل احيانا. تجاهل؟ طبعا. طيب، انت جاهز نبدأ الفقرة اللي جاية؟ يلا جاهز. بينا؟ يلا. يلا بينا. حق الرد. هدي لك فرصة يا محمد إنك أنت توضح للجمهور وجهة نظرك أو ترد على ناس انتقدتك. أوكي. أنت مستسلم كده ليه؟ بتوتر شوية من الموضوع ده. لا لا، متوترش، ده إحنا أسئلتنا لطيفة ولذيذة جدا، خصوصا الفقرة اللي جاية دي. أوكي. لطيفة قوي. مش حاسك. مش حاسك يا بسمة. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بينا.
مبروك النجاح الكبير اللي حققه المسلسل يعني. يا حبيبي الله يخليك يا استاذ وائل، الله يحفظك واخويا وصديقي ورفيق رحله النجاح الاستاذ محمد سامي منور. طبعا الفضل لربنا ثم للمايسترو محمد سامي. يا استاذ محمد الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا رامي وعيد سعيد عليك وعلى اسره البرنامج وعليك يا رب وعلى فريق العمل العظيم اللي انا اتشرفت وفخور بالعمل معاهم على رأسهم طبعا المخرج محمد سامي والمؤلف الكبير محمد سامي. ربنا يخليك يا استاذ. محمد سامي يعني كان حريص جدا على ان ان انه يبقى لكل ممثل المساحه اللي يقدر يبين جزء من امكانياته. الراجل بيشكر هو مش بينتقد. ليه تخليت مش بعت، مع ان كان نفسي اقول بعت، ليه تخليت عن محمد رمضان لما هو والسقا ما رضيوش يشتغلوا مع بعض في نسل الأغراب ورحت اشتغلت واخترت السقا لوحده؟ طب بصي خليني أقولك على حاجة، هو طرح السؤال أنا مش حابه. ليه؟ أقولك ليه؟ لأني أنا لا تخليت ولا بعت، ده بيأكد عند الناس حاجات مش صح. أنا محمد رمضان زي معلش لا ما تخليتش ولا بعت طبعا. بس اللي انا اعرفه انه المسلسل كان بطوله محمد رمضان واحمد السقا، فجاه لقيناه بطوله احمد السقا وامير كراره. مظبوط. ها ايه بقى قول. لا بس ده مش معناه ان انا تخليت او بعت. انا ومحمد رمضان معناه ايه؟ لا بصي بس انا ومحمد رمضان اشتغلنا مع بعض اعمال نجحت جدا وعمل لاقت اعجاب وقبول الناس مهمه جدا، وانا ومحمد بتجمعنا صداقه واحتراف واحترام وكل حاجه، واشتغلنا مع بعض واتبسطنا في الشغل مع بعض وحققنا نجاحات عنده لا يغفلها وعندي لا اغفلها، ودي الطريقه بينا. انا في كل مره هو كلمته فيها شكرت فيه، وفي كل مره هو الراجل شكر فيا، وبيننا كل احترام وموده. ما قلناش حاجه. ما جيت اعمل نسل الاغراب ده اسمه احيانا خلاف وجهات النظر الفنيه. ما جيت اعمل نسل الاغراب احنا قعدنا انا والمنتج ومحمد واحمد في يوم 2 رمضان اللي فات واتفقنا على واتفقنا على مسلسل نسل الاغراب يكون من بطوله النجمين احمد السقا ومحمد رمضان. تمام حلو جدا. في نقطه مهمه هنا بقى اللي هي عشان كده انا مش حابب السؤال بطرحه بالشكل ده، بس خليني اقول لك على حاجه عشان كده. بس خليني اقول لك على حاجه. انا وانا بعمل البرنس انا مضيت مسلسل البرنس، وانا ماضي قبليها مسلسل احمد السقا اجلته انا واحمد للسنه اللي بعدها، ودخلت مسلسل برنس اللي هي السنه دي. دخلت مسلسل محمد رمضان. دخلت مسلسل محمد رمضان. ومحمد رمضان كان يعلم اني انا عندي مسلسل احمد السقا ماضيه. اوريدي ماضيه، ماضي متعاقد مع طبعا متعاقد مع احمد السقا. دخلنا فانا ساعتها خارج من البرنس انا ومحمد ناجحين مع بعض عاملين مشروع حلو عايزين نكرر التجربه، ملتزم بتعاقدي مع على مسلسل من بطوله احمد السقا، وساعتها كنت بكتب نسل الاغراب. قلت اقترحت على احمد واقترحت على محمد، قلت ايه رايكم يا جماعه عندي موضوع اسمه نسل الاغراب تعالوا نعمله. لقى اعجاب الاثنين. حلو. وقعدنا بعد كده في تفاصيل لا زي بقى الناس بتنزلها اسم مين قبل مين واسم ايه شمال واسم ايه يمين، كل ده عبث ما حصلش. ما حصلش يعني أحمد. الكلام ده غلط. كله غلط، ما فيش احمد السقا نجم كبير ومحمد رمضان نجم كبير وما فيش الكلام، كل واحد معروف اسمه فين وحجمه فين والحاجات دي. تمام. الاثنين طبيعي هتعملي بروجكت زي ده معروف الاسماء هتتحط ازاي، وهتتحط فيه ألف طريقه للاسماء تخلي النجمين راضيين وكده. احنا كان عندنا خلافات على حاجات ثانيه، خلافات في 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 في, في سياق الموضوع، يعني في الاخر الموضوع في الاخر لقيت ان الموضوع مش هينفع يتعمل بالشكل ده. اللي هو انهي شكل؟ بايا كان الشكل رمضان والسقا يعني. لقيت الموضوع مش هينفع مش هتكمل المساله كده تمام. فقررت ساعتها ان انا التزم بالتعاقد اللي انا متعاقد عليه مسلسل احمد السقا. محمد رمضان هو اللي تخلى عن نسل الاغراب؟ محمد رمضان ما تخلاش عن نسل الاغراب، محمد رمضان تخلى عن فكره انه يعمل عمل بطوله نجمين، وده من حقه ما يعني ما بلومش محمد فيه خالص. محمد الراجل بينجح بشكله بطريقته بالاسلوب اللي هو بيحبه، ممكن يكون شايف ان هو مش وقته انه يعمل بروجكت بطوله نجمين، شايف ان مش وقت ان هو يتقاسم البطوله مع حد في رمضان، شايف ان هو لوحده تمام، شايف ان هو دي كل دي من حقوقه ما اقدرش الومه عليها ولا بالعكس احترم وجهه نظره جدا. طب لو كان محمد رمضان وافق واستمر في نسل الاغراب كنت هتحط اسم مين الاول على التتر؟ مش بتاعتي انا، ده تعاقد احمد السقا ومحمد رمضان مع منتجهم.
التتر مش من اختصاص المخرج. التتر ده حاجه في عقود الممثلين مع المنتج، موضوع انا براه تماما. طب من وجهه نظرك كمخرج ومؤلف وانت عارف قدر النجمين، مين يتحط قبل مين؟ الاثنين يتحطوا مع بعض. على فكره عايز اقول لك على حاجه، مين يمين ومين شمال؟ زي ما هم يتفقوا مع بعض مين هيرضى مين يمين ومين شمال، بالاقدميه وبالتاريخ احمد يمين ومحمد شمال، هل محمد يقبل ده او في احتياج لانه يعمل ده؟ من حقه يقول لا، ومن حق احمد يقول لا، من حق احمد يقول انا مش هتكتب انا ومحمد، من حق محمد يقول انا مش هتكتب انا واحمد، بس بجد قسما بالله الموضوع ده لم يطرح ما بين احمد السقا ومحمد رمضان اصلا. وانا ساعتها ما زعلتش، بالعكس انا على فكره والله العظيم انا بحب شغل محمد رمضان جدا. طب سؤال ممتع بقى. يعني سؤال يعني احنا هنشوفك مره تانية بتشتغل مع محمد رمضان؟ طبعًا. اكيد طبعا اكيد. نروح للفيديو اللي بعده. انا هتفرج على البرنس كمان، هقعد اتفرج عليه لانه الحقيقه اني سمعت عنه كلام عظيم يعني، فلازم هشوفه لاني كمان بحب اعمال محمد سامي الحقيقه، مخرج شاطر قوي قوي واحساسه عالي جدا. فهتفرج على البرنس ان شاء الله، بس هم طبعا بيقولوا على البرنس. يعني انغام تشكر فيك وتقول نفسي اشتغل مع محمد سامي وانت تفرح وتتعاقد معاها، وبعدين بعد ما الست تيجي وتبدأ وتشتغل تعتذر لها؟ أنغام نجمة كبيرة ونجمة مهمة وصوت مهم وأنغام، تمام؟ وأنا نفس الأغراض تأليفي وإخراجي بشوفه زي ما أنا عايز أشوفه. أنا ليا في القصة دي عتاب على أنغام بصراحة. أنا اخترت أنغام واتبسطت ان احنا ننسل الاغراب يتغنى بصوت انغام، ودي تكون حاجه جميله وحاجه مشرفه جدا، وصوتها عذب وجميل انغام يعني. واتفقنا ان انا عندي رباعيات وعندي التتر، مش اغنيه في البوم. ده بتكون اغاني مرتبطه بالدراما، مش بناشد بيها النجاح الجماهيري بتاع نجاح اغنيه السنجل او الالبوم. في الوقت ده كان الخلاف على اغنيه التتر. انا عايز اقول لك على حاجه، قسما بالله انغام لما غنت اغاني غنت كام اغنيه وسمعت حاجات كده صوتها رائع انغام، ولكن انا الاغنيه مش شبه المسلسل، مش شبه نسل الاغراب، مش بتكلم حلوه او وحشه. فعملت ايه؟ هي اغنيه حلوه بس هي مش شبه نسل الاغراب. قلت لانغام، والله يا بسمه زي ما بحكي كده بالظبط، قلت لانغام، قلت لانغام انا مش مرتاح للغنوة. حاولت ان انا ابلع الغنوه من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام أو لفكرة أنغام، إني أكيد أنغام مش مختارة أغنية وحشة. يعني أنغام بتنجح، وهي كانت حبت الغنوة قوي ومقتنعة بيها تماما. أكتر من مرة أنا قلت لها، وكانت آخر مرة بينها قالت لي لأ، إن هي يعني إن هي هتغني الأغنية دي أو إن هي مش هتغني. متمسكة يعني بيها؟ كانت متمسكة بالأغنية، ما رضيتش إنها تغير. واخر مكالمه بيني وبينها والله، وبعت لها رساله طويله جدا، قلت لها انا بجد ما نفسيش ابدا ان انت تسيبي المسلسل، وما نفسيش ابدا ان انت بس نفسك انها يكون تقتنع. بس عشان خاطري انغام، والله بعت لها رساله قلت لها كده، قلت لها عشان خاطري انغام، عشان خاطري خلينا احنا الاثنين مرتاحين، انا مش عايز الغنوه دي، تعالي نعمل اغنيه غيرها. فرفضت. وكلمت الشاعر حتى، يعني اصرت على موقفها، رفضت وزعلت. وانا ده شاعر امير التعيمه. امير التعيمه شاعر من اهم الشعراء اللي حصلوا طبعاً. في الاغاني، وشاعر كبير ومهم ومحترم وبحبه جدا. لكن وكان كاتب كلمات. اعتراضك كان على اللحن. اللي عمل اللحن ملحن مهم جدا. أيوة، انا نفسي ماشي مع كان في ريفرنس اللي انا كنت عايز اغنيه شبهه، كان وليد سعد. استاذ وليد سعد. وكان على فكره الريفرنس والله العظيم يا بسمه اللي انا كنت عايز الاغنيه شبهه، اغنيه اسمها هموم جبلين، كان مغني كانت لحن وليد سعد، كانت بتاعت استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه ويحسن اليه في مسلسل جبل الحلال. كان الاغنيه فيها دخول كان عاجبني جدا، فكان ده بقول لهم انا عايز اروح للمنطقه دي. قلت لانغام، قلت لها انغام طب ما تيجي نخلي وليد ده وليد. انا ما كانش عندي مشكله. الكلمات كانت وصفه المسلسل كاني امير طعيمه يعني متفرج على 30 حلقه. شاعر وملحن كبار قوي امير وليد. قلت لها كده انا ما اعرفش ليه هي رفضت، طب ايه المانع ان احنا نخلي وليد يعمل لحن واثنين وثلاثه واربعه وندور. قالت لي انا ما عنديش مشكله، هي قالت لي انا ما عنديش مشكله محمد ان انا اقول لوليد غير اللحن لو انا مقتنع ان اللحن عايز يتغير. وانا برضو يعني عندي كانت مصره على اللحن ده، عجبها اللحن ده، كانت متمسكه بيه، وانا كنت شايف ان ده لا، ان المفروض احنا الاثنين نكون مبسوطين.
فقبلت اعتذار أنغام. قبلت اعتذار أنغام عن العمل وأنا والله متضايق جدا. مش انت بس انا اللي اعرفه ان انت اللي اعتذرت لأنغام. انا اعتذرت لها وهي اعتذرت لي وحاجات. انا قبلت اعتذار أنغام. انت عايز. انا قبلت اعتذار أنغام. أنغام نجمة كبيرة وفوق تجمل وكل سنة وهي طيبة. ولكن الموقف ولكن الزعل بقى بعد كده. ايه بقى الزعل بقى؟ انا صحيت خلاص خلص الموضوع. وبمنتهى الاحترام صحيت الصبح لقيت أنغام تعتذر عن الناس الأغراب، أنغام تعتذر عن الناس في كل الجرايد بقى وكل المواقع، أنغام تعتذر عن الناس الأغراب. شوية بدأوا الناس الفانز بتوع المسلسل، ما هو من الناس الأغراب ده في محمد سامي وفي أحمد السقا وفي أمير كرارة وفي مي عمر وفي دياب وفي هو كل الناس دول ما عندهمش فان، يعني هي الناس دي جاية كده تنقط. ما هو بدأ الفانز يتضايقوا، بدأوا يحصل حاجات على الإنترنت مش حلوة، بدأ الناس يقولوا لا ده إحنا اللي اعتذرنا، إحنا اللي اعتذرنا، بدأ مش دخلنا في قصة هي مش محتاجه اصلا ملهاش علاقه لا بالصحافه ولا بالسوشيال ميديا. مش هيزيد من قدر أنغام ان هي تكون اعتذرت او ان انا اللي اعتذرت، مش هيزيد في لحد من الناحيه. انت دلوقتي قلت فاهم أنغام نجمه كبيره جدا على الكلام ده كله. بعد كده لقيت خبر أنغام بتعمل انفولو لمحمد سامي على الانستجرام. الموضوع اغنيه بس ده حقيقي فعلا هي عملت لك انفولو؟ انا قريت كده دخلت لقيت كده. فيعني زعلت ليه؟ لاني مش لازم. طب وانت عملت لها انفولو؟ لا والله ابقى عيل صغير قوي. طب هو انفولو انا كمان طفل قوي طفل. بس هقول لك على حاجه، احنا ما اختلفناش في حاجه، احنا اختلفنا على وجهات نظر في فن. يعني مش وبحترمها موضوع وبحترمها وبحبها. وهي الست اهو لسه شايفين بتحترمني وبتحبني. ليه ما نشتغلش الشغلانه اللي بعدها، الشغلانه اللي بعد اللي بعدها؟ ليه بنوصل لمرحله ان احنا عندنا خلاف وجهه نظر فنيه يتحول الى خلاف قطيعه؟ انا ما نفسيش اقطعك يا أنغام، انا بحبك. طيب سؤال اخير يا محمد وترد عليه او لا. زعلت انه أنغام ما غنتش تتر المسلسل اللي كان موجود؟ لا عموما انا اتغنى تتر في الاخر بتامر حسني، وانا مش عايز اعقد مقارنه، مش عايز ادخل أنغام وتامر حسني في جمله مفيئه. اصل ده جيل دول زملاء وبينهم احترام، وتامر حسني ليه قيمته، وتامر حسني وأنغام ليها قيمتها. والمفاجاه اني اصلا انا الاول خالص كلمت تامر حسني على البروجكت، وبعدين هو كان بيعمل فيلم، وبعدين لما حصلت موضوع أنغام عرفت ان هو اجل الفيلم فكلمته في التليفون، قعدنا بقى احكي له المسلسل واعمل له الحاجات. وتامر والله بجد انا بوجه له تحيه، هو تامر دايما جدع جدع قوي. يعني تامر مستحيل يغني تتر مسلسل مش بتاعه، مش هيعمل كده تامر حسني. محمد يا سامي اتفضل. زعلت إنه أنغام ما غنتش تتر مسلسل نسل الأغراب بعد الأنفولو، وكنت تتمنى بعد الأنفولو ولا قبل الأنفولو ولا بعد الأنفولو؟ لا بعد الأنفولو ما زعلتش، زعلان منها طبعا. صحيت من النوم على التليفون بيرن بيقولوا لي أنت فين يا أستاذ؟ تعالى بقى قول. يا بسمة أنا ما بيفرقليش هجوم، دي الحقيقة. أنا بيفرق لي حاجة واحدة بس، أنا أخاف من هجوم الجمهور. كنت ريحتنا من وجع الدماغ ده كله وأخرجت المسلسل. خلاصة الكلام في الموضوع ده أنا حر. ولسه لحد دلوقتي عندك علامة الاستفهام دي والزعل ده؟ أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، ده فن وأنا بعمل عملية قلب مفتوح. يعني ده مش حقيقي؟ لا طبعًا. بجد؟ طبعًا لا. محمد سامي عنده كام وش في الحياة؟ أسئلة جميلة خالص، ما تزعلش حد خالص. زورونا تجدوا ما يسركم. طبعًا.